مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الروحانية. شو اخباركم؟ شكرا للايكات والقلوب والهدايا. ما زلنا نتكلم عن الروحانية. الشهر على وشك يخلص، الشهر على وشك يخلص. اذا ما حطيت النية حط النية، اذا ما حطيت خلفية الجوال حط خلفية الجوال. والفيلم فيلم كثير جميل، ناقشنا الفيلم أمس على سناب، وموجود اليوم مناقشة الفيلم موجودة على اليوتيوب. شوف الفيلم واحضر المناقشة على اليوتيوب، صراحة كثير مفيد الفيلم، كثير مفيد، يعني أعتبره كأنه كورس صراحة، مرة 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 مفيد إذا كنت معانا في هذا الطريق ومهتم بتطوير ذاتك. إلا ما تطلع لك بشيء من الفيلم، كثير مفيد. طيب، ف يعني اقترح عليكم انكم تحضرون الفيلم وتحضرون مناقشتنا. وحتى رسائل الناس اللي حصلوها في الفيلم صراحة لفتت انتباهي، يعني كل شخص يشوف الفيلم يشوفه من زاويته من قصته، مرة كان جميل. يعني قرأت رسائل الناس كانت مرة حلوة. طيب، وعندنا 10 مواد او 11 مادة موجودة على الموقع سمية 369.net، راح تغلق نهاية الشهر ما عدا ما في الروحانية، اعتقد راح تبقى في الموقع. عندنا وكلها مرتبطة بنية الشهر الروحانية. اذا كنت مهتم، عندك فلوس، عندك وقت، عندك قلب مفتوح انك انت تسمع وتفهم وممكن بعض الاشياء تطبق. عندنا نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، أسرة الروح، وعندنا قصة الروح ورسائل الأرواح عشان تعرف رسالة روحك. وعندنا رمضان ريكونكت والصيام ومواقيت الروح والجوع الروحي. وعندنا ما في الروحانية. ما في الروحانية إذا كنت مشترك عندنا في أي مادة راح تصلك بشكل مجاني، وإذا كنت مش مشترك عموما هي يعني مبلغها رمزي. بالنسبة للأشخاص اللي حضروا ما في الروحانية، قاعدة أقرأ كثير الناس تقول أنا عندي قصة، أنا صار لي شيء. أنا بليز إذا عندك قصة أرسل لي، أوكي أرسل لي على الإيميل. إذا صارت لك أي قصة تبع ما في الروحانية أرسل لي على الإيميل. إذا كان عندي قصص كافية أو زاوية جديدة يمكن أنا ما انتبهت لها، ممكن نسوي نسخة أخرى من ما في الروحانية، ممكن. ليش لا؟ ليش لا؟ طيب، ليش ما تكلمتي عن رسالة الروح؟ لا، كيف عندنا رسائل الأرواح؟ قصدك في الـ في الـ في البث. إن شاء الله الأيام القادمة. وبرضو يا جماعة أبغى أذكركم اللي ما حمل تطبيق لاكس يحمل التطبيق. يعني جتنا كثير تعليقات إيجابية على التطبيق، وإذا عندك أي مشكلة في الإشعارات تواصل مع خدمة العملاء. اليوم نبغى نتكلم شوية عن سمات الشخص الروحاني، وبعدها بناخذ أسئلة على هذه السمات. أوكي؟ ريا تقول لكم يجنن التطبيق. ريا تقول يجنن التطبيق. حبيبتي أنتي، أنا أقول إنه حلو يعني، بس في ناس لسه ما تحمسوا إنهم يحملون التطبيق. بليز حمل التطبيق، يعني تحميلك التطبيق يشجعنا كذا ان نستمر في التطوير. اوكي، تطبيق لاكس، تطبيق لاكس، اكتب على الاب ستور لاكس ويطلع لك. طيب، سمات الروحاني. انا اعتقد تكلمنا عن هذا الموضوع قبل، و مرات أحس إنه الشخص الروحاني كثير واضح. مرات أنا كذا أحس إنه الشخص الروحاني واضح، يعني ما يحتاج إن يعني إن نتكلم عن هو أنت كيف تعرف الشخص هو روحاني ولا مو روحاني. لكن اكتشفت بعد ما اهتميت بموضوع ما في الروحانية إنه أغلب الناس ما تقدر تميز الشخص الروحاني من الشخص الغير روحاني، أو الشخص الروحاني حقيقي من الشخص الروحاني المزيف. ما عندهم يعني كذا يعني الضبابية أو نظارات بحيث إنهم هم مو قادرين يميزون أو يشوفون سمات الشخص الروحاني.
أبغى أتكلم عن أشياء بسيطة وواضحة وظاهرة، وممكن مع الأسئلة، مع الأسئلة ممكن يعني نكتشف أشياء يعني أعمق وندخل أشياء أكثر. أو شيء خلينا نقول على الشكل أو السمت العام، الشكل المظهر العام، يعني ما نتوقع أنه شخص روحاني يعني كرشته قدامه مترين، تكلمنا عنها قبل وأكدها اليوم، ما نتوقع هذا الشيء أنه شخص روحاني يعني يكون عنده خلنا نقول تخمة زايدة، أوكي إذا صحت التسمية، تخمة زايدة أنه هو يعني أكل والأكل يعني بارت كبير من حياته وموضوع حاضر ومهم. يعني متوقع الروحاني أنه يكون يعني خفيف الأكل، مو شرط أن يقول له نحيف، لا عادي ممكن يكون جسمه معتدل يعني، بس ما المفروض أنه يكون يعني الأكل موضوع يعني كبير ورئيسي ومهم في الحياة بالنسبة له. طبعا أنت الآن عليك أن تتخيل أنه في ناس تروج للمادية المرتبطة بأنك أنت يعني تخليك أكل، it's okay أنه أنت تأكل، وهذا ماشي يعني ماشي، هما كذا البشر يعني. لكن تصل مرحلة أنه في أشخاص يروجون يعني مرات تقول يعني ليش مثلا إذا أنا عندي خطأ أو أحس أنه أنا ما أنا ماشي في السكة صحيحة، ما المفروض أني أنا أبرر لنفسي؟ أوكي إذا كرشتي قدامي مترين، المفروض أني أنا صراحة المفروض أني أنا أشتغل عشان يعني أضبط الموضوع، عاد تسوي عملية تجميل، تخفف الأكل، تسوي دايت، ما أدري يعني كل واحد عنده طريقته، بس ما المفروض أني أنا يعني أدخل في خانة أنه أنا فخور بكرشتي، ها فخور بهالقصة هذه اللي أنا موجود فيها. في الزمن هذا في السوشيال ميديا صار في ترويج لهذه الفكرة، ترويج لفكرة الأكل، وترويج لفكرة الكرش الأبو مترين، صار في ترويج لهذه الفكرة. وما أقول أنه عليك أن تخجل وتشعر بالعار، لا عادي أنت تقبل الواقع إن فيه، بس ما المفروض أنه أنا أكون فخور بشيء مو سليم، مو مناسب، مو صح. يعني في كذا كم شخص في السوشيال ميديا غريبين قاعدين يروجون لهذه الفكرة، قاعدين يقولون لك إيه وش فيها وأنا عندي كرشة وليش لا وكذا، بشي غريب. وفي قبول البشر يعني ماشيين مع القصة. طيب هذا من ناحية المظهر، أوكي خلنا نشوف من ناحية أو الجسد المادي، من ناحية أيضا الجسد المادي على المستوى الفلوس أو العيشة المادية، ما المفروض يكون الروحاني محتاج؟ مو بالضرورة يكون ثري وعنده فلوس كثيرة وأموال ممتدة، بس ما المفروض يكون إنه هو على الحديدة؟ ما المفترض يعني، مادام هو روحاني فالمفروض الطاقة عنده كافية إنه هو يا عنده شغلة محترمة، يا عنده ورث، يا عنده مرتب نفسه، يا عنده يعني عنده طريق، عنده طريق. مو بالضرورة يكون ثري، وإن كان بعض الروحانيين أثرياء، لكن ما راح يكون على الحديدة، ما راح يكون على الحديدة، لأن طاقة الروحانية المفروض أنها تكون كافية للجسد المادي إنه يكتفي، إنه خلنا نقول مكتفي، الروحاني مكتفي ماديا، الروحاني ما راح يعني يصل مرحلة إنه يشحت من أحد ولا يعيش على بحاجة أحد، أقصد ماديا. برضو خلنا نشوف على مستوى الجسد الفكري، اي صح في فخورين كرشتهم صح، ما اعرف هذه يعني قصة جديدة كذا، يعني هبة جديدة في السوشيال ميديا، بدل ما يحلون المعضلة اللي هم فيها هذا هو الحل. طبعا تعرفون البشر سهل انهم يخدعون بالفكرة. على مستوى الجسد الفكري الروحاني متسامح فكريا،
متسامح فكريا، يعني ما عنده تطرف لفكرة على حساب فكرة، وقد يكون هو شال كل المعاصي الفكرية، تالي يعني جسد الفكري يعني كنك يعني ما تدري وش القصة، يعني المعتقدة والفكرة أو القيمة أو الشيء اللي مرة هو يعني متأكد منه كأنه مو موجود هذا الشيء. فهو متسامح فكريا ويقبل الأفكار المختلفة والمتناقضة والمتباينة والمتقاطعة، كله أوكي بالنسبة له، يقبلها، وممكن إن هو يقدر يشوفها من زاوية معينة، يقدر يشوف إنها كلها تمشي في نظرة معينة، في إطار معين، في زاوية معينة، كلها تمشي مع بعض، كل الأفكار تمشي مع بعض، تصلح مع بعض. فهو متسامح فكريا، فجسده الفكري واسع لكن مو قوي، مو بالضرورة يكون عنده جسد فكري قوي، وبالتالي قد ما يخوض مناقشات فكرية، قد ما يصر على رأي، قد يعني ما يؤمن بشيء 100% أو ما يؤمن بفكرة 100% أو ما يتطرف لها. هذا على مستوى الجسد الفكري. على مستوى الجسد المشاعري الروحاني، سترى أثر هذا الجسد في قيمة الجمال، إلا ما تشوف عنده قصة جمال، قد تكون من خلال موهبة مثلا، عنده رسومات جميلة، قد يكون عنده صوت جميل يغني، قد يكون يعني عنده كذا لمسة جمالية، مهتم بقصة جمالية، وهذه مرتبطة بتأكيد على أنه في اتصال روحاني على مستوى الجسد المشاعري، فهو مسوي داونلود على مستوى المشاعر. فقيمة الجمال وشعور الجمال وإحساس الجمال موجود وظاهر أيضا على مستوى الجسد المشاعري، يعني تقدر تعرف أنه هو يعني يحب يتمتع بشيء، يحب يستمتع بشيء جميل، مستمتع بشيء جميل، تلقاه يرسم، تلقاه يعني يسوي له ورود، تلقاه يعني منشغل بقصة جميلة، قصة جميلة يعني فيها شعور الجمال، فيها مظهر الجمال. هذه أشياء بسيطة ظاهرة تقدر تشوفها وتقدر تعرفها. خلونا نأخذ أسئلة، ممكن نوصل لأشياء أكبر أو أعمق من خلال الأسئلة. على تيك توك صار عندي 51,000 لايك، thank you، شكرا جزيلا، تشجعني تقولي انتي مرة حلوة ليش ما تصبغين شعرك حبيبتي انتي، thank you، شكرا جزيلا. طيب خلونا ناخذ اسئلة. دارين حبيبتي تقول ليش بعض الاشخاص الروحانيون يحاولون جعل غيرهم روحاني بشكل متعصب، هل هم روحانيين مزيفون؟ أوكي نعيد السؤال، ليش بعض الأشخاص الروحانيين يحاولون جعل غيرهم روحاني بشكل متعصب، هل هم روحانيين مزيفون؟ يعني ما تصير إنه شخص روحاني يجرك لقصة تعصب، ما تصير، لأن هو أصلاً مش متطرف لشيء. الروحاني جسد الفكري مو يعني واسع، بس ما في يعني مراسي، أو قد يكون مراسي بسيطة، فيستبعد إنه هو متطرف لقصة، فما أصلاً ما ينقل التطرف. الروحاني لا ينقل التطرف وهو لا يعيش تطرف، ما ينقل تطرف ولا يعيش تطرف، فمستبعد إنه شخص روحاني يعني يهاجم فكرة على حساب فكرته ويدافع عن فكرة، مستبعد هذا الشيء. حبيبتي تسأل تقول هل حب العزلة والجلوس مع النفس من سمات الروحانية؟ شوف أبغى أقول لك في كثير لفات أو يعني مخارج في الطريق تستدعي التوقف مع الذات، يعني لما يجيك نداء الروح راح توقف مع نفسك، تخيل نداء الروح راح يجيك 3 مرات راح توقف وتستدعي أنك أنت تعتزل وتجلس مع نفسك.
لما قد تكون تصير لك مثلا مصيبة أو كارثة راح تعتزل تقعد مع نفسك، لما يخونك شخص عزيز عليك راح تعتزل تقعد مع نفسك، لما تحصل لك لحظة استنارة راح تعتزل تقعد مع نفسك. ففي لحظات كثيرة في الطريق تصير لها عزلة، مو بالضرورة كلها لحظات روحانية، مو بالضرورة، لكن بشكل عام، بشكل عام الشخص كل ما كان أكثر مادية كل ما كان عنده صعوبة مع أنه يقعد مع نفسه، كل ما كان عنده فوضى في الجسد المشاعري، لخبطة في الجسد الفكري، ما يقدر يقعد مع نفسه، ما يقدر يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم يلا أقعد مع نفسي، ما يقدر، لأن في صناديق ستفتح ما يدري شلون يتفهم معها. كل ما تطور الشخص صار موضوع أنك أنت تجلس مع نفسك موضوع مريح، مو بالضرورة مفضل، مريح، يعني عادي أني أنا قاعد والناس كلهم طالعين يتمشون، it's okay، أنا مرتاح مبسوط مع نفسي، زي ما في ناس طالعين ومبسوطين مع أصدقائهم ويتمشون وكي، أنا قاعد مع نفسي مبسوط بنفس الدرجة يمكن أو أعلى. فمع النضج والتطور والاتصال الروحي الجيد يكون الإنسان عنده هذا الإحساس أنه يقعد مع نفسه وينبسط مع نفسه. لما يكون في تطور أعلى على مستوى الروح وعلى مستوى الأجساد السماوية يكون مرات يعني حياته تصير مختصرة إنه هو يتصل مع الآخرين بنفس المستوى اللي يكون قبل ما يتطور، لكن مرات الروحاني عنده رسالة مرتبطة بالآخرين فيصير يختلط طوال الوقت بالآخرين. ذلك أبغى أقول لك مو شرط، بشكل عام مو شرط، لكن المقلق في هذه القصة إنه هل الشخص يرتاح هو قاعد مع نفسه ولا مو مرتاح هو قاعد مع نفسه، بس هذا هو الفرق. ممكن الشخص لما يمر بلحظة انتقالية يحتاج إلى أن يقعد مع نفسه، يبغى يعتزل، أوكي بيقعد له مثلا شهر شهرين معتزل عشان يسوي الشفت وبعدين يرجع بشكل اعتيادي. هير ستايل تقول أنا مو مقتنعة بقصة الصلاة الجسدية بس أحس أني متصلة بالله شعوريا، هل الصلاة تتطلع حركات جسدية؟ أنا ما أعرف أنتي تتكلمين عن أي دين أو عن أي فلسفة، وأبغى أقول لك إذا أنتي مؤمنة بالفكرة ما كنتي تحتاجين أنك تسألين، لكنك ما أنتي مؤمنة، أنتي مؤمنة ما أحتاجتي أنك تسألين، لكنك ما أنتي مؤمنة ومتشككة ويعني عندك كذا يعني آراء فكرية مختلفة وتبغين أحد يعزز لك الفكرة اللي عندك وكذا، تبغين تحطين أحد يعني بالنيابة عنك كذا يعني يكون بينك وبين النار وكذا، يعني تدورين لك أحد يجاوبك الجواب اللي يناسبك يعني، وفي راح تلقين كل الأجوبة، راح تلقين كل الأجوبة، راح تلقين الشخص اللي يقول لك لازم، لا الصلاة هي عبارة عن حركة وتمارين ومعاني طاقية ومعاني كذا ومعانا، وراح تلقين الشخص اللي يقول لك لا كفاية القلب هو المهم والطاقة هي المهمة والشعور هو المهم وكذا. شوفي أنا أبغى أقول لك شيء، أبغى أقول لك إنه كل الأجساد تحتاج أنها تتصل، كل الأجساد تحتاج أنها تتصل عشان يكون في اتساق. دورك أنك أنت توجدين الطريقة اللي تصلح لك أو الطريقة اللي أنت تؤمنين فيها. سارة حبيبتي تقول في واحدة لها يومين تتصل علي تقول أنا شيخة روحانية ومو أي أحد يقدر يصير روحاني وأنت فيك سحر لازم أفكه عشان تتزوجين، بالعلم أني حاطة نية الشهر ومنسجمة مع الروحانية بشكل كبير، أي نصابة يعني كذا بدون تفكير، هذه نصابة.
دارين حبيبتي تقول كيف الشخص الروحاني يتخلص من فكرة المصلحة، يعني يكون روحاني ليحصل على شيء فقط ليس روحانية بحد ذاتها. ايه انه تكون النية الروحانية هي السابقة واللي يجي معاها اهلا وسهلا لاحقا، اوكي اذا جاء معاها لاحقا اهلا وسهلا. بس انا ما رحت لهذه القصة عشان احنا اذا احنا نتكلم عن الروحانية على طريق الروحانية، هنتكلم عن طريق الروحانية، رحت لهذا الموضوع عشان النية الروحانية، عشان نية الاتصال. جاء شيء معاها أهلا وسهلا، بس مو رايح عشان هذه النية المادية، لا. بس جت النية المادية، جاء شيء المادي في الطريق، ما في مانع. سامي يا حبيبتي تقول هل الوصول للروحانية قدنا النحافة وخسارة الوزن؟ شوفي ما أبغى أقولها بهالطريقة، أبغى أقول إنه الشخص المتصل يعرف وش يأكل، الشخص اللي عنده اتصال يعرف هذا الأكل يصلح ولا ما يصلح. شوف الحيوانات شلون شمون الأكل يلفظونه ولا يأكلونه. إحنا البشر تلوثنا كثير، البشر تلوثوا إنهم هم يكون عندهم هالاتصال هذا اللي المفروض يكون طبيعي بالفطرة كذا. هذا الاتصال لازم يكون موجود عند الإنسان، لازم يكون موجود. لما يكون هذا الاتصال موجود طبيعي يكون جسمك يعني جيد. كيف شخص نرجسي ثري هو روحاني؟ ممكن توضحينها؟ شوفي أنا أقول الثري محتمل جدا أنه يكون روحاني، والروحاني عند الخيار او عند الخيار اذا يبغى يختار، لكن ممكن ما يختار لانه مو مهتم، ممكن ما يختار انه يكون ثري. بس سالفة نرجسي هذه ما ادري شلون دخلت في الموضوع. هل هو شخص انت قاعده تحكمين عليه، هل حكمك سليم ولا مش سليم؟ انت متاكده انه هو نرجسي وثري وروحاني؟ يعني كل هذه مع بعض، يعني احس كانه الموضوع في وجهه نظر، او انه هو يعني ما عجبك فانت حطيتينه مثلا نرجسي، او انه هو نرجسي بس انت يعني مصدق انه روحاني. يعني سارة حبيبتي تقول هل اللي يفتح قرآن كثير ويذكر الله دائما يعتبر عنده قوة روحانية؟ يعني مو بالضرورة من كل من يستخدم الأداة هو وصل، مو بالضرورة. يعني ممكن شخص فاتح القرآن هو خايف من الجني، صح؟ غريبة صح؟ مرة غريبة، أخ مرة غريبة، مرة يا أخي أنت فاتح القرآن تقرأ القرآن 24 ساعة بعدين تخاف من الجني بس موجود، تقول أوه واو هذا روحاني وكذا، أقولك لا بطيخ، فاتح القرآن ويقرأ القرآن ويذكر الله وخايف من الجني. تقول القرآن يعني لا يتجاوز اللسان، يعني ما راح أي مكان بالنسبة له، مو 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 يعني متعمق في الموضوع. يقرأ القرآن وخايف من الجني، مرة كذا بالنسبة لي كذا يعني مفاجأة، واو يقرأ القرآن وخايف من الجني، أو يؤمن بالله وخايف من الجني، يؤمن بالله وخايف من الجني. واو واو تبي أنت وشلون مؤمن؟ أنت تبع أي فلسفة؟ أنت تبع أي مدرسة؟ أنت شغلك مضروب. أيوة لطيفة تقولك الروحاني ما صار روحاني إلا ما طرد الخوف. هناك مكان في منزلي هي غرفة إذا جلست بها أشعر بتعب شديد وخمول ونعاس. لا تقعدين فيها، لا تقعدين فيها، الأماكن تفرق كثير كثير، تفرق الأماكن كثير. أنت حسي، امشي من مكان لمكان وشوفي كل شيء يؤثر على كل شيء، يتأثر بكل شيء. المكان هذا أنا قدامي ضوء وفوقي ضوء، لو قعدت يعني فوق ساعتين أكيد بتعب. الكرسي اللي أنا فيه، المواد اللي موجودة حولي، كثير أشياء تأثر.
كثير كثير، الذبذبات، الجوالات، الإضاءة، الأصوات، تقسيمة الغرفة، يعني كيف تسري الطاقة في المكان، كلها لها معنى. فالمكان اللي يزعجك لا تقعدين فيه، تقعدين فيه غير المكان. يا ربي كلها زواج وما زواج، أطبخ لعيالي. يوم حطيت نية الروحانية أحس بضيق في صدري ومشاعر مش تمام. سمي المشاعر، سميها واشتغلي عليها، سميها. أنت الآن كذا في مرحلة يعني كأنك طفلة، يعني تقول حسيت إن الأمور ما هو تمام. طب وش بالضبط اللي مو تمام؟ ما أدري حسيت كذا. أوكي شوية ركزي، شوية استيقظي، شوية انضجي، شوية حددي بالضبط وش الشعور اللي حسيتي فيه. حسب حزن اشتغلي حزن، حسب غضب اشتغلي غضب، حسب خوف. وش الفائدة ان نحط النية ولا نقدر نلتقط الرسالة اللي احنا يعني نبغاها تدلنا على الطريق؟ الطفل الداخلي ابنوس، هل الروحاني له قصة زواج فاشلة؟ والله هذا الموضوع شائك. Oh my god. شوفي أبى أقول لك بشكل عام يعني على هذه القصة. شلون أشرحها؟ أوكي. خلنا نقول مثلا إنه إحنا عندنا طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة، أوكي، وإنه إحنا نحتاج إن نتعلم من الطاقة الثانية، أوكي، نحتاج إن مثلاً أنا أنثى عندي طاقة أنوثة، أحتاج أتعلم من ذكر طاقة الذكورة، وأحتاج أضبط الذكورة اللي عندي وأوازن الأنوثة اللي عندي. لكن ماذا لو كان الشخص عنده يعني الطاقة هذه كثير متوازنة، وعنده خزانات كافية من الأنوثة وخزانات كافية من الذكورة مثلا؟ أقول مثلا يعني على سبيل المثال مثلا. فهنا تظهر عندنا احتمالات أنه يمكن الشخص مثلا، ممكن يجي الشخص انه ما يرغب في الزواج، او انه مثلا مو مهتم لفكرة الزواج، او يحس انه ما عنده رسالة لموضوع الزواج او رسالة تبع الجنس الاخر. قد يكون في هذا الشعور او هذا الاحساس. لكن ابغى اذكرك برضو في نفس الوقت، اوكي، في نفس الوقت أبغى أذكرك برضو في موضوع كثير مهم، أنه لما يكون الشخص، مو بس نتكلم عن روحاني، نتكلم عن شخص عنده قصة أو رسالة روحانية عظيمة، أوكي، رسالة روحانية عظيمة، فإن في هذه اللحظة الجنس، حضور الجنس الآخر في القصة هو حضور لقوة وطاقة مهمة. بس مو كل روحاني عظيم، هذا يفرق. لك تلقى روحاني قاعد في غرفته مو متزوج، تلقى روحاني عظيم متزوج، فكلش موجود، أوكي؟ عشان انك انت تفهم السمات الرئيسية. انت سماوية حبيبتي، thank you. عندنا 98,000 لايك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. كيف اعرف اني روحانية؟ يعني اعتقد هذا السؤال مو مهم، اوكي، ابغى اعرف هل انا روحانية؟ ما أعتقد السؤال مهم. أعتقد المهم إنه أنت تمشي في الطريق. إذا أنت مهتم أمشي في الطريق وبس.
اشتغل اشتغل عنك، تطور من نفسك، تطور من روحانيتك، اي جسد انت عالق فيه، اي قصة انت عالق فيها، وطور طور من الموضوع. مو مهم انك انت في النهاية تعطي نفسك حكم انا روحاني، مو مهم، ولا اعتقد ان هذا شيء سليم. يعني لو في شخص قال انا روحاني، بصراحة اني انا اشك انه يعني ما في روحانية. لو في شخص قال انا روحاني، انا مستبصر، انا اشك انه ما في روحانية، اشك، لان في النهاية وجهة نظر، في النهاية وجهة نظر، عرفتوا؟ يعني هي مثلا ما هي مثلا شهادة انت حصلتها، هذه فاكت، اوكي، ما حد يقدر يقول لا، اوكي، ما حد يقدر يقول انا عندي هذه الشهادة يا جماعة، ما في نقاش الموضوع. بس موضوع انك انت تقول لنا انه انت وفقا لوجهة نظرك انت انك روحاني، ولازم اصدق. معلش، صعبة شوية، صعبة شوية، صعبة. يعني انت تقول لنا وفقا لوجهة نظرك انت انك انت مستبصر، صعب، معلش. والمفروض اني اصدق يعني. المفروض اني اصدق يعني، معلش، يعني اللي صدق في سذاجة، في سذاجة اللي صدق. موضوع ما هي كلمة وصف، هي مراحل معطيات كثيرة. اي ما قلنا شيء انه انت ممكن تكون روحاني، بس انت يعني هاي نفس القصة اللي قلت لكم اياها قبل، اللي هو نازل للصيدلية ويقول للصيدلي لديك، عندك يا اخي كريم، لما انت شققت قدماه من قيام الليل. يا عمي مو بالضرورة انت يعني تورين القصة وفقا لوجهة نظرك انت ورأيك انت في نفسك، لا، مو لازم، مو بالضرورة. ما اقول انه الشخص اللي يسمي نفسه روحاني انه مو روحاني، بس انا ما اعتبر انه روحاني انه يطرح نفسه بهالطريقة. ما اعتبر انه شخص روحاني يطرح نفسه بهالطريقة، ما المفروض انه يطرح نفسه بهالطريقة، المفروض يحط نفسه بهالقصة هذه وفقا لوجهة نظره هو. معلش، طيب، الروحاني يعرف يسوي شاهي كايف. اوكي، ماشي ماشي يا ابو شاهي كايف، اي نو اي نو. رشا حبيبتي تقول هل روحاني متجرد؟ خلنا نقول في طريق التجرد، في طريق التجرد، قد يكون تجرد من اشياء، ما تجرد من اشياء، قد يكون مهتم بالمال او غير مهتم بالمال، تجرد، قد يكون مهتم بابنائه يعني مرتبط متعلق، او يكون تجرد، قد يكون مهتم بوجهة نظر الناس فيه، او يكون تجرد، وهكذا، فهو في الطريق. لكن ما المفروض انه يتجرد كامل قبل النداء الثالث، ما المفروض، عشان يعني تستمر العجلة، اوكي، تستمر العجلة. يعني هو خلنا نقول الصورة المثالية، اوكي، وانت ماشي في الطريق، خلنا نقول مثلا داء الأول داء الثاني داء، وانت ماشي في الطريق شوية شوية، كل شوية وانت ترمي شيء، اوكي، شوية ترمي هذا الحلق، شوية ترمي هذا شوية ترمي هذا التيشيرت، شوية ترمي هذا لما تروح القبر وانت متجرد، خلصت القصة كاملة، ما معك شيء، ما المفروض انك تروح القبر ومعك شيء، تصير خلاص شوي شوي رميتهم في الطريق وتجردت من هاي الصورة الممتازة اللي المفروض كلنا يعني نمشي فيها، انه شوي شوية. فممكن الشخص يكون روحاني وهو ما زال يتجرد، ما زال يعني في الطريق قاعد يتجرد، لسه ما وصل للقبر يعني، ومو لازم هو يكون ما بينه وبين القبر عشان نقول اوه والله هذا شخص روحاني، لا، ممكن يكون من بدري هو روحاني، ممكن يكونون يعني روحانيين في عمر مبكر، ممكن. من هم اكثر روحانية، النساء ام الرجال؟ تكلمت عن هذا الموضوع
أظن العام لما كنا في نية الذكورة والأنوثة، هو موضوع صراحة كثير جميل، أنه كيف طريقة الرجل طريقة المرأة في كيف أنهم يتعاملون مع هذا الملف. أوكي، شوف الرجال أكثر استنارة والسيدات أكثر وعياً، والمستنيرين حول البشر قليل. فإذا بنقول كذا بشكل عام بنقول النساء أكثر، لكن هناك الكثير من الرجال اللي استناروا سبقوا النساء. هناك الكثير من الرجال اللي استناروا سبقوا النساء، هذا هو. حسين يقول دكتورة أنا ما أخذ دورات من قبل، إيش أخذ رمضان ريكونكت أو عمر الروح؟ أوكي خليني نقول لك، رمضان ريكونكت عبارة عن 21 قصة، هذه القصص مليانة حكمة وبعضها فيها تمارين، فأقول لك القصة وأقول لك الحكمة منها. وش الفكرة؟ الفكرة أني أنا أبغى القصة تعلق عندك، بدل ما أنت يعني تأخذ الحكمة أبغى القصة دائم تتذكرها عشان تستطيع أنك تسويها داونلود في حياتك. هذا رمضان ريكونكت. عمر الروح يناقش أعمار الأرواح، عندنا عمر بيبي وعندنا طفلة وعندنا كبيرة وعندنا ناضجة وعندنا كهلة، فكل روح لها سمات لها طريقة، وصراحة إذا عرفتهم تختصر كثير من حياتك في التعامل، في فهم الناس، في فهم نفسك، فهم أهدافك، طريقتك، ليش تسوي كذا، ليش ما تسوي كذا. أتمنى أنه شرحي يساعدك على أنك أنت توصل للمادة المناسبة. طيب، أنا متابعة جديدة، كل فيديو أحضر تقولي حط خلفية الجوال، حط نية الشهر، كيف أعمل كذا؟ إيه، تروحين في حسابي على تويتر، اكتبي سوية الناصر تويتر، تلقين تويتر مثبتة فيها كل البيانات. دعاء حبيبتي تقول أقصى حدود الروحانية أين تقف؟ في التجربة المادية الإكزت. وش أقصى؟ وش بعدها؟ وش بعدها؟ عشان كذا أنا تحدثت في قصة الروح عن العقدة، وهي عقدة جيدة أنها تحافظ على القصة. يعني لما الواحد يتجرد مبكرا بيسوي إكزيت، ما المفروض أن يتجرد مبكرا، المفروض يكون الموضوع متجرد لما يصل العمر المناسب اللي هو يكون فيه إكزيت. وفا حبيبتي تقول هل الروحاني فكاهي ويونس ولا خاشع طول الوقت وممل؟ حلوة عجبتني. لا، وخاشع مع ممل، يعني شوف الدمج، يعني عجبتني يا وفا، عجبتني. شوفي، المفروض ان الروحاني هو يتقن اثنين، هو يعني يضحك اقوى شيء ويخشع اقوى شيء، المفروض انه هو يعني عنده لحظات يعني مو موجود من شدة الخشوع ومن شدة انه هو يعني كأنه في مكان اخر. ومرات تقول وش هالمستوى، يعني يكون يعني فكاهي ويونس ويضحك ورايح، يعني كنا بزر قاعد يضحك، منفلت قاعد يضحك، فالثنتين موجودات. بس سالفة ممل هذه ام حبيبتي تقول هل سمات الروحانية ممكن يتقمصها اي شخص اذا عرفها؟ قصدك انهم يمثلون دور؟ ايه ممكن يمثلون دور، بس الشخص الروحاني يدري، يعني يعرفهم، ممكن يمثلون دور، مثلا يعني بيمثلون دور السمت والوقار وكذا، مثلا على سبيل المثال بيمثلون دور الزهد، يمثلون دور الزهد، صح؟ مرة مناسب. يعني خلينا نقول أبغى أمثل إني روحاني، وش أمثل؟ أو شيء الخشوع التام، الزهد، بطل ماديات، بطل كل الأشياء هذه. يمثلون طبعاً الأدوات، مش في أداة، يعني أدوات، سواء شيء ينقال، سواء سلوك يتسوى، سواء حجر ينلبس، سواء
إيش الأدوات هاي. فأنت لما تشوف شخص عنده رزمة أدوات في يده وقاعد مثلا يصلي ولا مسوي مديتيشن ولابس كذا يعني ملابس كذا يعني بالية ورخيصة وبسيطة ولا هو لا مهتم ولا متكشخ ولا متزين كذا تقول واو روحاني كذا. اي سهل التمثيل اي مره سهل الشخص يمثل وانه يلقى ناس يصدقون. تقولك استغفر الله عسى انا على طول صدق. هذه ما اعرفها لا اعلم ايش علاقة المشروبات الروحية. ما ادري هم فعلا ليش سموها مشروبات روحية ليش. هل الأحلام الواضحة والإسقاط النرجسي بالحلم الواعي من علامات الشخص الروحاني؟ خلنا نقول إنها من علامات تطور الأجساد السماوية. لا يمكنني أقارن طبعا شخص عنده هذا التطور بشخص مادي لا يحلم. في شخص مادي لا يحلم ما سبق إنه دخل في موضوع الحلم إطلاقا. فضل عنه يحلم حلم واعي، فضل عنه يوصل يوقع الحلم، فضل عنه يكون عنده إسقاط نجمي أو جاثوم. ما أقدر أقارنه بشخص عنده كل هالأشياء، أكيد في فرق يعني. بس أقولنا في الطريق، إنه في الطريق هل ممكن إنه يكون أسميه روحاني؟ يعني مو بالضرورة، بس إنه عنده يعني عنده شيء من القوة في الأجساد السماوية. أنا جسد الطاقي يتطور أسرع من المشاعري. يمكن يكون في كارما، يمكن تلفت شوفي مين. مروحة بيجي تقول ليش الوعي الجمعي ما يفهم بعض الروحانيين أو يتآمر عليهم. شوف بعد أنت لا تلوم الوعي الجمعي، لأنه الروحاني ممكن يكون مو مفهوم. مو أنا قلت لك الجسد الفكري للشخص الروحاني هو جسد يعني واسع وما في كثير مراسي، فمو محسوم. يعني كثير من القضايا الفكرية عند الشخص الروحاني هي يعني محتملة. يعني تلقاه يعني كل الأديان عنده صح، كل المذاهب صح، كل الأقوال صح، الحقيقة لها عدد من الوجوه وكذا وإتس أوكي. فلما أنت تنزل هذا الكلام للوعي الجمعي، وش بيقول الوعي الجمعي؟ لا طبعا هذا ينصب، هذا يلف ويدور، هذا يكذب، هذا متلاعب، هذا يخبي شيء، هذا وما حد يلوم الوعي الجمعي لأنه هذه هي طريقة التفكير أو هذه هي طريقة الجسد الفكري. الجسد الفكري عادة عند البشر هو في مراسي مربوط، وهم أغلب البشر راسين على الجسد الفكري، راسين على الجسد الفكري، قايمين عليه يعني معتمدين كثير عليه. فيجي شخص يعني هو يستهبل ولا يستعبط ولا يستغبينه هذا ولا فما تقدر يعني تغير من الروحاني ولا تقدر تلوم الوعي الجمعي. هذه هي هكذا يتم اعتماد الحياة بالنسبة لهم على تصنيف الأفكار صح غلط، يصح ما يصير ما يصير. فبهالطريقة هاي الروحانية تتعارض مع بناء الهوية، ما المفروض، بالعكس المفروض تساعد. وإذا كنتي حطيتي نية الروحانية وقاعدة تبنين الهوية، بالعكس أعتبره كثير جميل. عمر يقول تجردت مبكرا. لا مي عمر، خولة تقول تجردت مبكرا والآن مصابة باكتئاب روحي وزهد وتأخر في كل الحياة. حبيبتي انتي، بس راجعي لي الموضوع، كيف بدأت القصة؟ كيف بدأت القصة؟ يعني ما المفروض
انه انت تتجرد انه لانه كان عندك مصيبة. المفروض ان هذا يجي بطريقة يعني طيبة. المفروض التجرد يجيك بطريقة طيبة، ما المفروض انك انت مكسور فتجردت لانك مكسور. فراجعي للموضوع، وش اللي صار، وش القصة اللي صارت بعدين انت دخلتي في هالدوامة. ناخذ اخر سؤال، نبغى سؤال خنفشاري قوي. تقول هل هناك جنة ونار؟ احضري اضطراب الروحاني. طيب نوقع حبيبتي تقول ما هو موقع الإيجو من عرب الروحاني؟ هل الروحاني ينظر الإيجو بعين الحياد؟ الروحاني يقبل الظلام كما يقبل النور، يقبل الظلام. فإذا كان الإيجو بالنسبة لتصنيف بعض الناس إنه هو شيء سيء وردي، فهو يقبل فيه ويحترم الظلام ويحترم النور. لا تنسى إنه الله هو اللي أوجد الشيطان، فالظلام عنده دور وعنده رسالة. ما تستطيع إنك أنت تنهي هذا، هي قصة بيد الله. لذلك الشخص الروحاني يفهم إنه كل الأشياء السيئة والشر واللي ما هي كويسة واللي يصنفها غالبية الناس إنها رديئة وكذا، إنها موجودة عادي، إنها يعني شيء من الأشياء اللي موجودة من متطلبات استمرار الحياة. إن عشان تتدافع الحياة تستمر لازم إنها تكون موجودة. بالتالي ما هو زعلان على الإيجو. طيب يا جماعة طولنا عليكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة. لا تنسون عندنا 10 مواد أو 11 مادة موجودة على الموقع، راح تغلق نهاية الشهر. اللي ما حط النية حط النية، خلفية الجوال وشوفوا الفيلم، المناقشة موجودة الآن على اليوتيوب. تصبحون على حب.